سامعني صح ولا ايه؟ سامعني كويس؟ صوتي كويس؟ سامعني كويس صح؟ بصوا فهو في حاجة صغيرة عايز احكيها ماشي؟ في قصة صغيرة كده عايز احكيها عن ستريم النهاردة اللي هيكون بالسماعة دي وكده. بس قبل ما اعمل كده في واحد كان كاتب انا داخل اشوف القرعة وامشي، وانا كنت مجهز افيه قبل الستريم ما يبدأ تمام؟ كنت مجهز افيه كده عايز اعمله عن ان انا حلقت شعري وبتاع، وكنت هنور كشاف وشي واقول لكم وشي نور بجد وبتاع وكده وهزر. بس في واحد كاتب ايه انا جاي اشوف القرعه وامشي، رحت قلت والله العظيم والله العظيم ما انا موريكم شعري في بدايه الاستريم. يلا هو في حته باينه بس مش هيبان كله، بس اهو خلاص باين اوي ان انا حلقت اصلا. اهو بص اهو اهو بس مش هوريكم. ليه بقى؟ عشان ما يتقاليش اشوف وامشي، انا ما يتقاليش اشوف وامشي. بس انا جاي اشوف الصوت عامل ازاي. لحظة واحدة شوف شوف الصوت عامل ازاي. صوت زي الفل، صوت زي الفل. المهم انت خليني احكي لكم قصة بسيطة قصيرة عن ستريم النهاردة ليه بالسماعة دي وليه فيديو النهاردة كان بالسماعة دي. وبصراحة انا بحب الناس اللي شغالين مع الشركة اللي عاملة السماعة دي قوي عشان هم محترمين وبيقدروني وبيتفهموني وكده. انا كنت عامل الفيديو بتاع النهارده ده كان المفروض هو جزء من اعلان. الاعلان كان للسماعه. انت سامعين الميكروفون السماعه عامل ازاي؟ السماعه مش طبيعيه والله العظيم. السماعه دي من انضف السماعات اللي بستفها في حياتي. هم اصلا مش شايفين الستريم ده ولا هيشوفوا الستريم ده ولا عارفين انا بقول الكلام ده. وانا بقول لكم السماعه دي انا بنصحكم بيها بنسبه 1000000% مش 100%، لان دي خلاص بقت سماعه المين ماشي. دي الاي 50 اكس اوكي. المهم ف ركزوا بس في القصه دي والله عشان قصه تبسطكم ان شاء الله. ف المفروض الفيديو ده كان هينزل امبارح. قبل ما الفيديو ينزل باربع ساعات بالظبط هم بعتوا لي لينك اللي هحطه في الوصف. دوست على اللينك بالغلط لقيته بيفتح في ايه؟ بيفتح امازون ماشي؟ امازون ايه ده؟ السعوديه وامازون. ولا جيت واحد عامل سبسكرايب بجد والله؟ ايوه والله كي ام جي حبيبي 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 يا اسطى بجد؟ صح؟ المهم يعني فكان بيفتح امازون تمام. انا اسف بس اشوف الحلاقه ما يصحش كده. امشي يا جماعه. ف يا ناس يا حلوه اللي كنت جايب لكم تذكرتين من قريب. لما لقيت لينك امازون رحت قلت ايه؟ قلت لهم لا ما ينفعش وكده. كلام في كلام في كلام في كلام يعني وصلنا في نهايه الموضوع انه الاعلان هيتاجل عشان هيجيبوا لي لينك مش امازون ان شاء الله وبس. فدي الخلاصه. استلامات زمان يا ابني ما تحرقش ما تحرقش ما تحرقش يا اسطى. امسح امسح امسح. كنت هقولها والله كنت هقولها. ايه ده؟ ولا كيف واحد عامل سبسكرايب؟ الحمد لله ده اتفرج من خاصه ذاك. ايوه تعال 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 انت بس عايز تشوف. المهم اهو صح غربه تمام. انا اسف. طيب خلاص الموضوع في لعبه شكلها حلو قوي بصراحه شداني جدا اسمها اركتيك اجز عايز ابص عليها. فخلصت الموضوع. المفروض ان الفيديو امبارح النهارده ده كان هيبقى اعلان بس ما حصلش نصيب. فيبقى في اعلان قريب لنفس السماعه فهتقولوا لي بس ثاني وبشرح لكم هي ايه وكده. بس انا قلت لكم في الفيديو في ان انا هعمل الستريم بالسماعه دي النهارده. هل عايزين اعمله بالسماعه دي ولا اعمله بالميكروفون العادي والسماعه العاديه ونتوكل على الله؟ انتوا اختاروا. ايه العكاب؟ لا مش دلوقتي. اسمعني طيب. دي الاسترو اي 50 اكس. خليك المايك خليك. اوكي 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 ماشي. اوكي 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 هي انا السماعه دي اصلا والله العظيم لو كان فيها هي وايرلس بس. انا بس عايز اخبي دول. هي وايرلس بس لو كان فيها اسمه ايه ده؟ لو كان فيها سلك بصراحه كانت تبقى 1000000% السماعه بستخدمها كل يوم. بس انا استخدمها كتير قوي. كل حاجات الفي ار كل الحاجات دي انا بستخدمها لان مش عارف هي ازاي صوتها نضيف كده. والله انا مش فاهم ايه اللي وصلنا له في السماعه. ازاي ده مطلع الصوت ده؟ المهم النهارده هنلعب لعبه لطيفه مع بعض هي اللي لعبتها في فيديو النهارده ماشي. وخلصت الموضوع. لو خسرت بال لو خسرت في اللعبه 3 مرات هلعب كاب غير كده مش قلعه ماشي. فين بقى اللي كان كاتب كان اسمه اس اي اندرسكور حاجه اللي كان كاتب لي جاي ابص وامشي امشي. انا ما يتقاليش جاي ابص وامشي. مش عارف جاهز بسرعه عشان تقول لي جاي ابص وامشي. مش تلعب لعبه فين تاني؟ لا مش هلعبها تاني ابدا ابدا. قاعد لحد ما اشوف ده. لو انا خسرت 3 مرات يا ممكن ده لو انا خسرت 3 مرات. اللعبه دي اقسم بالله موتره والله العظيم. طب اكبر لكم الكاميرا شويه. الدنيا اصلا شافتني بعد ما حلقت اتخضت
قلت لها انا جوزك على فكره. طبعا بقى لها كتير ما شافتنيش شعر قصير. بس المهم اللي لسه جاي مش فاهم ايه بيحصل، مش شايف فيديو النهارده. اللعبه دي لازم وانا بلعبها اقعد ساكت، لو عملت صوت بخسر. فثبات انفعالي واقعد ساكت، هي لعبه رعب. اوكي يمكن نكسبها من اول مره، لو كسبناها من اول مره هنغير اللعبه، يمكن ما نكسبهاش من اول مره فهنشوف. دي نفس اللعبه، لعبه جرافيكس غريبه كده ليها نهايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي اهلا بيكم مره كمان. استنى بس اتاكد ان الميكروفون الصح تم اختياره، لان الميكروفون ده متوصل. اوكي ريستارت ريكوايرد ابلاي، لازم ارستر. استنى، لان الميكروفون الاساسي هو الميكروفون دلوقتي في اللعبه، لان ده متوصل بالبي سي بتاع الاستريمنج. حوار كده اصواتها مشكله، بس اللعبه كلها على بعض مشكله. هو ده اس اي اندرسكور سوسي، هو ده اللي كان كاتب جاي بص وامشي تقريبا، صح؟ استنى اتاكد لكم كده، استنى افشلكوا. استنى دي بنت. اوكي استنى نشوف كده. لا مش هي. خلاص شيلوا الأسلحة، شيلوا الأسلحة. ماشي بسم الله منك لكم. حابب اقول لكم جامايكا اقل واحد في الحياه مهتم بشكل شعري عامل ازاي، والله العظيم. اوكي الميكروفون صح؟ ايه ده؟ ايه؟ بقول لك في واحد عامل سبسكرايب. يا محمد ضو. تعالى هوبا. لا استنوا بقى عشان ده كده صح؟ لا مش كده. 13% اعتقد كده تمام صح؟ كده تمام، كده تمام. لو صوتت يقفش. ماشي. يلا. اللي لسه مش جاي مش فاهم ايه اللي بيحصل، او اللي لسه جاي قصدي ايه اللي مش جاي. اللي لسه جاي مش فاهم اللي بيحصل، احنا في لعبه تمام؟ في غربان فوق زي ما انتم شايفين عاملين حرف الاو. المفروض ان في هنا جريمه حصلت وفي ناس اختفت، 5 اشخاص اختفوا. ودي حاجات بتاعتهم. في شاكوش هنا ما ينفعش تقولها خلاص. في هنا حاجات كتير. وبعدين لو دخلنا جوه هنا انا حاسس اللعبه مش شغاله على الريفرش ريت الطبيعي العادي الكويس الجميل. ماشي لو جينا هنا وخدنا دي اخلي خالد شكرا جدا على السبسكرايب على الدونيشن. ماشي المهم نسيت الكلام ده. المهم دي الخمس جثث. علي الصوت بقى بس. وهدفنا دلوقتي ان احنا نلاقي الخمس جثث، وانا المفروض اقعد ساكت يعني عشان لما حد مثلا سالني انت ما بتتكلمش ليه، هو اللعبه كده. اللعبه ان انا اقعد ساكت ودور في الغابه دي على الجثث بس. السماعه دي بكام يا فنان؟ والله جامايكا ما فاكر، بس غاليه مش رخيصه. بس اقسم بالله جامايكا السماعه دي. بص انا هوطي صوتي. بص يا جامايكا عامل ايه الاخبار؟ كله تمام؟ يلا السماعه جامده جدا يلا. الفكره ان هي مش عارف والله. طبعا انا عارف اماكن بعض الجثث بحكم ان انا لعبت شويه في القناه في الفيديو. في جثه واحده بس اللي ما اعرفش مكانها، او مش عارف مكانهم، عارف شكل مكانهم يعني، عارف المنطقه هم فيها شكلها عامل ازاي، ما اعرفش غير كده بس. ايه ده بقى؟ لحظه واحده، الاماكن بتتغير. الو اهو. اوكي واحد من خمسة، الأماكن بتتغير في الحتة اللي احنا فيها. ماشي. أول ما السهل اللي تحت على اليمين توصل لسبعة الدنيا بتطفي، ولازم أبطل كلام. ممكن أتكلم قبل ما تيجي سبعة. لما تيجي سبعة أبطل كلام. لو خسرت 3 مرات على علاقة كام؟ أودينس ريتنشن. عايز تشوف شعري استناني أخسر 3 مرات. ولو كسبت اللعبة هقلع الكاب برضه، ما تقلقوش.
بعد ما خلص 3 العاب. يا اخي زي انت سنت ناحيتين ايه ولا انت لسه صاحي؟ صح صح. طيب لسه اقدر اتكلم لغايه ما يقول لي stay quiet. وقفت لحظه معلش. واحد بيقول لي ما تقلل مستوى الصوت وتتكلم بصوت عادي. هو انت يا جماعه في ناس كتير قوي بتقول لا دي ما تطفي الصوت. طيب فين المتعب كده؟ فين المتعب كده؟ مش هقفل الصوت، هنلعب عادي. اوكي
see you closely. خسرت يا عم، خسرت. انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه، نسيت اقول لكم حاجه مهمه قوي. انا لو خسرت، سوري، لو الصبح طلع تقريبا او نص الليل جه حاجه كده من غير ما اخلص ولاقي الجزء كله، انا خسرت. مشوار شغل جدا على الدونيشن. احب اقول لك ان تقريبا الميكروفون كان هيلقط الصوت، بس الحمد لله ربنا ستر. ماشي، ما انا خسرت. فدي محاوله من الثلاثه. طيب، هو انا ينفع اروح اتمشى في الغابه استكشفها قبل ما نعمل اي حاجه ولا لا؟ ينفع؟ ما ينفعش. اوبا، اوكي. طيب خلينا نروح اجيب الجثه الاولى، عارف مكانها. مش ثبات، لسه هقول مش ثبات انفعالي، مش ثبات انفعالي. انا بحاول ان انا ايه، ارخم. عايز تشوف شعري؟ وامب وامب، مش هتشوفه دلوقتي، شويه كده ان شاء الله. ايه ده، الكنيسه هنا؟ وات، المفروض الكنيسه دي فيها حد. اوكي، اللوكيشن ثابته، المكان في اللوكيشن هو المختلف. على فكره عايزه ايه يا بسملي؟ يا استاذه بسملي، عايزه مني ايه؟ بين وصايا. اوكي، انا كده صدفه وداني اعلى حاجه ممكنه. بس اللعبه والله لذيذه قوي، اللعبه تقريبا احسن نوع من الالعاب دي اتعمل كجرافيكس وكجامب سكيرز وكده. لا لذيذه الصراحه. يلا استودعكم الله. Be
my friend. I want to play hide and seek. You hide, I seek. Damn. 7 6 5 4 3 الكشاف ما كانش بيقفل، والله ما كانش بيقفل. طيب في نص الغابة استخبى فين يا اسطى؟ وفي اوض يعني؟ بعدين في الفيديو استخبيت في اوضة غابتني برضه. يا اسطى فوز ارجوك، ربنا سهل. اكشلي المشكله في حاجه اصلا، في صوت سويطه طلع، السماعات كانت عاليه في وداني فالميكروفون لقطها، فاتحسبت عليا ان انا اخدت دامج، فهي تقريبا عرفت مكاني من كده اصلا. اكشلي ايه؟ اكشلي بقى وطي صوت في ودانك سيكا برضه. نيجي تاني، ايه المتعه في كده؟ ما انتوا عيال، عيال مش فن، عيال بتهتموا بس ان انتوا تكسبوا اللعبه، مش مهم تكسبوها ازاي، ايه انا عايز اكسب. اقفل المايك، ايه الصعب في كده؟ المرتين اللي متنام اصلا من الناس ما لهمش علاقه بالصوت اساسا. ان شاء الله هيدي المره، ان شاء الله ان شاء الله. الصوت الجديد ده فين الحاجة؟ هو ايه اللي حصل ده؟ انا عمر يحصل لك ايه اللي حصل؟ وات؟ انا ما اعرفش انا فين؟ في طريق معايا كنت بمشي وراه، خلاص راح مني. لو خسرت ما تخلينيش اخسر نفسي، فاهم؟ عشان برضه اضايق بعضكم، والله اخسر نفسي ما عنديش مشكله. تقعد بقى تقول لي بقى جو لو خسرت هنزعل من بعض ومش عارف ايه، هخسر نفسي. Be quiet.
I want to see you closely. My friend, I want to play hide and seek. You hide, I seek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
second floor. I want to breathe you in. أنا قلعت الكاب خلاص، قلعته ولكن أنا قلت إن أنا هقلع الكاب، ما قلتش إن أنتوا هتشوفوني على طول من غير الكاب. لما أختم اللعبة أفتح لكم الكاميرا. بس انتوا فاكريني يعني هحلق شعري بعد ما ربيته كل الفتره دي ومش هستغل الموضوع كده اقوى استغلال؟ يا باشا واتش تايم، يا باشا يا استنى، انا كنت هشغل الكاميرا دلوقتي بس مش هعرف. بعد الجيم ده هشغل لكم الكاميرا، بعد الجيم ده هشغل لكم الكاميرا، ماشي؟ وعد مني والله. اوكي يوتيوبر جدا، عجبك والله، عجبك. اوكي هنا في اول جثه، ده انا متاكد منه وعارف. ماشي فينها بقى؟ عاده بتكون هنا في مكان ما. الكرة دي نظامها والله. هو ينفع افتح ده؟ انترستنج. ماشي ادي اول جثة، تمام؟ وتكون قلع الكاب. والله بص انا هبقى قلع الكاب. هل في حاجة تانية تحصل ضحك؟ معرفش. ما اعرفش. فكرة انها بدأت احفظ الغابة دي والله.
اوه وصلنا للحته اللي فيها مراكب. انا الحته دي كنت عايز اشوفها الصبح عامله ازاي والله. تحلقت زيرو؟ لا ما حلقتش زيرو. انا اصلا مش هحلق زيرو. هحلق زيرو ليه يا ابني؟ دي ملاهي. الله 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 حلوه دي. حلوه قوي قوي. وات ا كارنيفال. الحق يا عمر حسين خشب. شفت يا عمر حسين خشب يا عمر؟ روح ليه الجثة اهي. دلوقتي بقى الدنيا هتفصل. احنا هنفصل معاها. وانا ينفع اطلع بتاعي اوضه فوق؟ يا ابني حلو قوي حلو. كوايت اسكت بقى.
want to breathe you in.
chased you. استنى واموت. لا لا مش غش، استنى والله وش احمر اقسم بالله. استنى ايه اللي حصل؟ استنى والله ما عرفت اتنفس اقسم بالله. استنى اه والله My friend, I want to play hide and seek. You hide, I seek. Nine, eight, seven. Don't move. I want to breathe you in. I want to play with you.
ايه بقى اللي حصل كده؟ دي ايه؟ دي ايه؟ يا نهار ابيض، خض خض والله. يا عم يا عم والله بعدين بقى ايه ده؟ انتوا كده شايفيني ولا لا؟ انتوا كده شايفيني ولا لا؟ مش شايفيني صح؟ قولوا لي انتوا مش شايفيني. لا الحمد لله الحمد لله. بس انا بقى افكر في الافيه اللي جاي. انا عرفت ايه الافيه الجاي. عايزين فيس كام؟ خدوا فيس كام. والله قلع، والله العظيم الكاب، والله والله قلع الكاب، انا قلع الكاب بجد. هو احنا المره اللي فاتت بدانا ازاي عشان نلاقي جثث كتير؟ انا عايز ابدا الفيس كام كده كويس يا جماعه، الفيس كام كده كويس. طب انا شايف الكنيسه دي هناك اهي، المفروض على شمالها البتاع التاني ده. لا سوري، ده الجريف يارد. دي الجريف يارد. اعتقد ان الجريف يارد بيبقى فيه عندها جثه هنا. موجوده 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 موجوده. اوكي ادي اول جثه، هنحاول بقى نوصل للجثه اللي بعدها. لو عرفنا نوصل للجثه اللي بعدها ونرجع للنص انا كده هرتاح. بس انا بس لازم اخلي بالي بس ايه ازاي اوصل لنقطه البدايه. لو وصلت لنقطه البدايه هعرف اكمل. يا اسطى هي اصلا الحلاقه ما تستاهلش اساسا، هي حلاقه عاديه. لو تقعد ارجع شعري زي ما كان من سنتين يعني، انتوا عارفين شكلي عامل ازاي المفروض. بس انتوا هتموتوا وتشوفوا، انا ما اعرفش ليه. اشتغل على نفسك. انت كنت بتنادي؟ كنت بقول لك عايز اسجل، عايز اسجل اللي كنا اتكلمنا فيه في رمضان. فنزل بارسك كده وجهزه. دوس على ريكورد يا ابني، هشهرك يا ابني، هجيب لك مشاهدات يا ابني. يا جماعه جامايكا كان بيبوس ايدي اخلي الفيديو بتاعي معاه كولابريشن. كان عمال يقول لي عشان خاطري ونفسي، نفسي اتعرف ونفسي حد يعرفني. عمال يقول لي انا ولا حد ومش عارف ايه. احلف بالله صاحبي انا ما بحلفش كدب. تمام ماشي. فبره عنك بقى. نزلوك؟ لا مش هنزل. لا مش هنزل. لو انا ينفع اطلع فوق؟ اه. طب هو انا مش لاقي الجثه التانيه هنا؟ واوريدي الدنيا هتعمل ف ما الدنيا صبح وحلوه اهي. انا ايه اللي بيوديني شغل متاخر يعني؟ ما الدنيا بتلاقي لي 8 دقايق. الكسا اوفيس اي سي اون. شغالين بقى التكييف عشان انا بموت. شكرا يا ساره بالصاد. بيستي عايزه ايه يا بسمله؟ بطل رخامة. ولا اطلع بره يلا. تقول بطل رخامة وبتاع وشغل عيال صغيرة، اطلع بره. Be quiet.
Thank you.
want to play hide and seek. You hide. I seek. 10. 9. Let's go! Let's go! المفروض اعمل ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا؟
انا كمان ميسنج كمان. ايه ده؟ ده للجثة راجل. مين اللي بلغ عني بقى؟ مين اللي بقى مش عني عليا يعني؟ يعني مين اللي بلغهم عن يعني؟ مين اللي بلغ؟ يا ول كل العاب الرعب بقت لوبس. These memories are not unfamiliar to you at all. It's as if you've lived the same. بقى شوية كده. So is this true? هل ده حقيقي؟ هل انت عايش نفس يوم كتير؟ النفس الصامت. ممكن تشيل الكاب بقى؟ شايله والله. You survived a total of 71 scares. لا عيب عليك. عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك. طيب إذا جت لحظة الحقيقة. خلاص خلصنا اللعبة، كده مفيش إفيهات أكتر من كده. فخلونا نظبط الكاميرا. لحظة واحدة. اوكي. انتوا هتموتوا وتشوفوا حاجة يعني ملهاش أي تلاتة لازمة. أنا بس كنت عايز بس أفهمكم الموضوع ده. فيا جماعة أنا حلقت خلاص. بس أهو. أهو. لحظة أهو استنى. إيه ده؟ لحظة واحدة أهو. خلاص. انتوا شايفيني اصلا؟ ايه الهبل ده؟ لحظه سوري سوري معلش سوري معلش. كنت بعمل ريفيل ونسيت. اهو. انا اهو. انا اهو. اهو. اه. ايه. 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 خلاص؟ بس. خلاص. هي دي الفكره ما فيها. بس خلاص حلقت. حلقت ونضفت ومراتي ما عرفتنيش النهارده او اتخضت لما شافتني. بس الحلقة دي مش أول مرة تشوفها عليا. الفكرة بقى نعيم يا عم يلا اقرع يلا دي اقرع من هنا يلا خفيت يا اسطى وشعر أحسن من شعرك يلا من هنا يلا اقرع يلا يلا يا اسطى يا اقرع سواق ميكروباص على الأقل عندي وظيفة بطلع بيها من البيت يا أستاذ عمر لو أنا سواق ميكروباص مش زيك قاعد في البيت ما بعملش حاجة مفيدة. تقعد تقول لي لا بعمل حاجة مفيدة وبشتغل لا مش مفيدة مش مفيدة بس منورين يا جماعه الستريم والحمد لله خلاص نضفنا وحلقنا. انا عندي وظيفه انت لا بس انا ممكن في يوم اعمل اللي انت تعمله في سنه كفلوس تمام. انا مستني اشوف رده ايه بس هو بيفكر في رد هو يرد رد كويس بس هو بيفكر فيه بيعمله بروس او بيختار هو عنده كذا حاجه وبيختار ما بينهم تقريبا. لا 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 هو مش لفت الشات لا بس انا مصاريفي اقل منك بكتير. لا يا اسطى ما حصلش بص غير. لا بص يا اسطى لا يا اسطى هديك فرصه ثانيه هديك فرصه ثانيه عشان مايك والله لا لا مش لا 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 هديك فرصه ثانيه فرصه ثانيه فرصه ثانيه. انا حاسبها يا اسطى والله اللي هصرفه في مصر لو عشت في مصر ولا بصرفه هنا. لا قول حاجه ثانيه عارف انت عندك حاجات كتير عجباني دي. طب خلاص حلو قوي يا عمر حلو برافو برافو. ايه ده قال انتوا سامعين السقفه مش سامعين السقفه صح؟ ايه الغباء ده؟ برافو عمر برافو برافو برافو. طيب اكسبلور ذا تشيرش انا ما خدتش ليها اتشيفمنت. اي نيد مالتيبل سكرين. اكسبلور ذا تي في هاوس. سرفايف اجينست ذا ستوكر. في اتشيفمنت انا ما خدتهاش المفروض اكون واخدها والله. في اتشيفمنت المفروض اكون واخدها وانا ما خدتهاش. طيب استنوا كده كان في انا مش عارف انا عايز العب حاجه تانية ولا لا الصراحه يعني مش عارف بس في لعبه رعب لذيذه موجوده عندي في الارجاء في الكنيسه في دور تاني انت ما شفتوش. حاولت اطلع ما اطلع ما عرفتش اطلع في الفيديو بس ما اعتقدش انا حطيتها في الفيديو بس حاولت اطلع على الدور التاني ما عرفتش. بريزن لوب. هو انا جالي فين انا جالي كيل لعبه او حاجه لعبه رعب استنى كده اشوف. بريزن لوب
دريل كور. الا انا جالي حاجه وقلت الحاجه دي تنفع في ستريم. شارع مسرح فين؟ اترمى في الزباله خلاص. انا اتكلمت في الموضوع ده. انا قعدت تونس لعبناها. بص هو في لعبه كده ماشي اسمها ماد هاوس كومينج سون. طب ازاي في لعبه كده مش عارف اخليها في ستريم لوحدها ولا ايه؟ لا تبقى في ستريم لوحدها. تبقى في ستريم لوحدها. ممكن اعملها لكم بكره. دي في لعبه كده رعب المفروض ان انت ستريمر وبتاع وبتتحرك وكده وبتتفاعل مع الناس وكده. فلا دي خليها برضو في ستريم. لو تنفع تلعب مع متابعين. لا ماليش مزاج النهارده. لما يكون ماليش مزاج بقول لك ماليش مزاج. انا ماليش مزاج. والله يا جماعه انا متاكد ان انا شفت لعبه رعب حلوه حلوه قوي يعني وقلت دي تتلعب. ممكن اكون حطها في الوش ليست. استنوا كده. افتكرت 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 افتكرت. استنى. هي مش رعب. هي غريبه. استنى اشوفها بتخلص في قد ايه. لو بتخلص في ساعه بالكتير ممكن العبها دلوقتي. لو بتخلص في اكتر من كده لا دي برضو محتاجه لها ستريم لوحدها. طيب خلاص خلاص خلاص. اذا فاحنا كده نكون وصلنا لنهايه الستريم النهارده. مفيش اضافات مفيش زيادات مفيش حاجات. فاتمنى تكونوا استمتعتوا معانا جدا 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 بهذا البث الجميل. وشكرا لكم على مشاهدتكم العطره. وتعالوا نعمل ريد لاخونا الويب اكس ويب ماستر. ايه ده انا كنت عامل ايه ده اكس ويب ماستر. نعمل ريد للواد ويب. روح عنده الستريم سلموا عليه واتفرجوا عليه. وانا هروح اشوف الواد ده لو عايز يسجل اللعبه اللي عايزين نسجلها. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه لان هو عايز يقول حاجه في الفيديو فانا عايز هو اللي يقولها. ماشي فيلا سلام عليكم. باي باي.